طبعها صلدة. احنا تغطية كاملة محتاجين. تقيم الجامعة التقنية الشمالية قسم النشاطات اللاصفية معارض للصور والتحف والخط والرسم بأنواعه المختلفة على الجلد والزجاج والخشب، وهذه النشاطات هي رسالة للعالم أن الموصل عادت من جديد ونهضت من جديد، وتقدم هذه العروض للعالم لتشهد مآسي هذه المدينة والدمار الذي حصل بها من خلال هذه اللوحات التي تعرض أمام الجمهور. إقامة معرض للرسوم الفوتوغرافية واللوحات الفنية اللي شاركت بها مجموعة من الدوائر التابعة لوزارة التربية، بالإضافة إلى مجموعة من تشكيلات الجامعة التقنية الشمالية. المعرض يدعو إلى التفاؤل والخير. تم بعرض مجموعة من الصور لآثار الموصل التي تعرضت للعدوان والتخريب، وكان التصوير بشكل فني جدا وأظهر آثار الحياة ورغبة وإصرار أهل الموصل على إعادة الحياة لمدينتهم المخربة. تم افتتاح اليوم المعرض الأول الفني للجامعة من قبل الأستاذ الدكتور موفق، وضم المعرض عدد صور فوتوغرافية وعديد من اللوحات المعبرة. بالنظر لأهمية الموضوعات التي تناولها معرض الناهضون من الركام، يعاد افتتاح المعرض على أروقة الجامعة التقنية الشمالية. المعرض ضم 60 عمل فوتوغرافي بحجم 50 × 70. تنوعت الأعمال ما بين نهوض وركام، دمار المدينة، وحالة البناء والنهوض الثوري للمجتمع الموصلي. 32 مشارك كان بالمعرض، ال 32 أيضا كان على الغالب شباب وبصمتهم كانت واضحة. الموصل ولاد الحمد لله.